تونس اللي تمحات فيها العروشية وته، في بعض الأماكن الناس تتحارب على أساس قبلي ودموي، هذا الكل خطر يتهدد البلد. كيف كيف الوضع الاقتصادي السيء اللي وصلنا له، رغم أنه عندنا إمكانيات باش نكونوا ناجحين. صابة باهية، موسم سياحي كان واعدا وهدد بسبب هذه الأحداث الأخيرة، بل أكثر من هيك وصل للتهديد حتى للحاجات اللي مجمعين عليها التوانسة، كما الامتحانات وكما غير. محمد، الصنف الثاني اللي ذكرته وكأني بيك توحي بمن له مصلحة أو مكانة له مصلحة في النظام السابق. ما في شك، ما في شك، وهذا 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 يتطابق مع ما طرحته الحكومة في هذا المجال. نحن لا نبحث عن التطابق مع الحكومة، نحن نبحث عن التطابق مع مصلحة الشعب التونسي ومصلحة الثورة. إذا كان احنا والحكومة تلاقينا في هذا التشخيص لا نستنكف من ذلك، ما يقلقناش، لأنه زاد الالتقاء مع الحكومة ماهوش سب. كما الاعتراض على الحكومة وقت اللي الحكومة تحب تعمل بمفردها وتعمل تعيينات بمفردها وما تسمع كان روحها وتسكر الباب على الحوار، نعترض عليها ومن حقنا أن نعترض عليها، وهذا زاد ما قلقناش وندفع فاتورته مش مشكل. في ظل الأوضاع هذه الكل يولي لا بد من مشروعية ثالثة إلى جانب مشروعية الانتخاب ومشروعية النجاعة في الأداء، هي مشروعية التوافق بين التوانسة. هذاك علاش أنا نعتقد أن المبادرات اللي مطروحة في ظل هالوضع هذا، كيفاش باش نتجاوز الوضع السياسي الصعب اللي فيه نوع من الاستعداء الشرس دخلها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا، مثلا، والتي نحن نكبرها واحنا عندنا علاقات وشيجة كما يعرفوا المشاهدين الكل بين حزب العمل الوطني الديمقراطي وبين الاتحاد، عندنا برشا مناضلين في الحزب من هذا، ونحن نحترم استقلالية الاتحاد ما ندخلوش فيه، لكن المبادرة اعتبرناها مبادرة إيجابية. وتلاحظ أن المبادرة مؤسسة على تشخيص، بدأت بتشخيص مفاده أن هناك احتقان شديد في المشهد السياسي، ورانا نحب نوصل بتونس البر الأمان، ما نحبوش نوصل إلى الفتن والتقاتل، لأن وقت اللي تغرق السفينة بالتوانسة الكل حتى حد ما يربح، الناس كل تضر، حتى اللي يتصور روحه باش يربح، إلا أعداء الثورة اللي يؤلمهم أنه المشروع المدني والديمقراطي وذي المضمون الاجتماعي الجيد يتقدم في تونس، لأنه فما ناس ما يسعدهاش هذا، سواء كان الناس اللي تحلم بإمارة سلفية، الجمهورية ماهاش إمارة سلفية وماهاش مشروع متاع خلافة مستمد من مع احترامنا للخلافة في عصره وفي وقته وفي أدائه، لكن اليوم هو عصر الجمهوريات الديمقراطية ذات المضمون الاجتماعي، ومن حسن الحظ أنه ثم توافق لدى التوانسة ولدى الفاعلين السياسيين الأساسيين حول هذا. كيف كيف هل احتقان هذايا يجب أن يتأسس عليه قدر من العقلانية في التناقش؟ حكيت على التوافق منذ البداية، شكون يعطل في التوافق سي عبد الرزاق؟ ما في شك الذي يعطل التوافق شنو مصلحته في تعطيل التوافق؟ أنا بالنسبة لي فما اللي يعطل التوافق من منطلق المصلحة القاطعة في عدم التوافق، الناس اللي ميحبوش التوانسة يمضوا، الشعب التونسي يمضي في استكمال أهداف ثورته. أنا نعتقد أنه فلول النظام السابق من مصلحتها أن ما يصيرش توافق ويصير تناحر في الساحة السياسية التونسية. كيف كيف المشاريع الرجعية المنغلقة اللي تحلم بكيانات غريبة عن العصر وتحب تعملها في تونس ما تحبش التوافق. فيما عدا ذلك ثم تمشيات تعيق التوافق. هو فلول النظام السابق قاعدين ينشطوا اكثر من الاحزاب الموجوده حاليا في العلن، بما انهم يعطلوا في التوافق ولا هم العديد من المؤاخذات عليهم، يعني وين الاحزاب الاخرى ايش قاعده تعمل؟ هذا انت كان خليتني تفضل تفضل وصل الفكره هي انت اللي بدينا بهم هما اللي عندهم اعتراض قاطع، لكن فما ناس ما عندهمش اعتراض قاطع وما يقولكش انا ضد التوافق، لانه اي عاقل في وضع كما في تونس نتاع مرحلة انتقالية لاستكمال أهداف ثورة وتأسيس ديمقراطية ناشئة، حتى حد ما نجم يقول لك من راسي تقرع وما نحبش نتحدث مع الناس ونلقى حلول وسطى باش البلاد تقدم، لكن يمارس ممارسات تعيق التوافق. وقت اللي نجيو احنا في الممارسة العملية
أنا نقول لك مثلا في مشاريع التنمية في أي قرارات كبيرة تهم البلاد في المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي يلزمنا نتحدثوا فيها ونناقشوها ونعدلوها مع بعضنا. إذا كان فما جهة تريد أن تستفرد بكل ذلك وتنجم تكون نيتها هي عملان المصلحة وفيسع كيف تعطل الحوار وما تسمعش الناس وهذا مش معناه عرقلت الإنجاز، هذا يعيق التوافق. كيف كيف اللي من حبة يبني قبة ويثير المشكل حتى لو كان صغير، أنا لا أعتبر أنه الاعتراض على أي مظهر من مظاهر الخلل غير مشروع، هو بل بالعكس لازم يكون مشروع. هو نرجع للأصل احنا سي محمد اخي، الأحزاب المتواجدة سي عبد الرزاق، سي عبد الرزاق سمح، أيوة. الأحزاب المعارضة تو اللي موجودة تو، أيوة. هل حصلت بينها توافق هي في حد ذاتها؟ ما يلزمش تحصل بينها توافق لا نحكي المطلق. لا لا نحكي المصلحة معينة، إذا كان فما فلول من هنا وفما أجنحة يمينية متطرفة من هنا فلا بد يقول القائل وأنه هذه الأحزاب المعارضة اليوم باختلاف إيديولوجياتها وباختلاف مشاربها أن تتوافق على حماية الوطن، على مسؤولية اللي هي تونس أولا. هذا ما يسعى إليه حزب العمل الوطني الديمقراطي. وش عمل في هذا المجال؟ وليس واحد. شنو مبادرات في هذا المجال؟ وليس واحد. أنا باش نسعى نقول لك اللي راهو هذا التوافق ليس جديدا ومش غريب على التوانسة. التوانسة يحبوا بعضهم والتوانسة رغم مظاهر الحدة. هو اللي يمثل المشكلة طبعا عدم التوافق والتوافق. أنا نقول لك اللي المرحلة الانتقالية الأولى ما تعديناها إلا بالتوافق. إلا بالتوافق. وأنت تعرف بالمليح أنه كان فما عهد جمهوري أمضات عليه أغلب الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا. صحيح. وكانت أرضية للمرور لإنجاز الانتخابات رغم الصخب. وقتها جيوب الردة كانت نايمة ما قامتش بواجبها. لا عملت لكن ما نجحتش لأنه زاد التحفز الشعبي والتحفز الثوري كان لباس به. توا بعد الأحداث الأخيرة عاد هذا التحفز وإحنا نحب نبنيه معسكر التحفز من أجل استكمال الثورة. ومشروع التوافق اللي داعين لي هو مشروع توافق على الأدنى اللي يمثل مطالب التوانسة، كيف نقوله نظام سياسي ديمقراطي مدني وجمهوري وذو مضمون اجتماعي عادل، كيف نقوله ضمان الحريات، كيف نقوله نبذ العنف والدولة هي اللي تطبق القانون ومش ناس من خارج الدولة يرجعوا رواحهم في بلاصة الدولة. هذا الكل إجراءات التوانسة نجم يتوافق عليها. والتوافق لا يعني انتفاء التنافس والاختلاف، لأنه الأحزاب يلزمها تكون موجودة ويلزمها تكون مختلفة ويلزمها تقدم قراءات ومقاربات فيها قدر من التمايز. ولاش معناها الديمقراطية إذا كان ولينا صبة واحدة؟ رجعنا لحكاية الحزب الأوحد والزعيم الأوحد اللي ما تهزكل للاستبداد. واضح. قبل ما نختم معك نعطيك الكلمة الحرة في هذا الفضاء الحر بعجالة، ماذا تقول سي عبد الرزاق؟ أنا نقول اللي تونس في حاجة لأولادها الكل وقادرة، وخليها تكون في إطار توحد العائلة الديمقراطية اليوم. هذه الكلمة أنا بالنسبة لي الساعة ذاك الهاجس المباشر أنه احنا نحب نوحد التيار الوطني الديمقراطي اللي هو تيار عريق شهداء ويمتدوا من عام 78 أول شهيد للتيار الوطني الديمقراطي حمادي زلوز سقط في تحت التعذيب وقت اللي المناضلين بتاع الشعب السرية وبتاع التيار الوطني الديمقراطي قاوموا الانقلاب على الاتحاد العام التونسي للشغل وأصدروا الشعب السرية. رفيقنا هذا توفى تحت التعذيب في الزنازين. وآخر شهيد هو محمود التومي اللي توفى عم ناول في 8 ماي وهو يدافع عن مكاسب الثورة في مدينة سليمان باعتباره أحد العناصر في مجلس حماية الثورة واللي موضوعه هو جزء من ملف شهداء الثورة وجرحاها اللي الحكومة هذه لازم تحطه في أولوية الاستحقاقات اللي توفي به. الطيار هذايا اللي له تاريخه النضالي سعى للتوحد ولبناء نفسه كذات سياسية من عام 75
والتجارب متعددة إلى أن أنشأنا في 2005 29 مايو 2005 طلبنا بالعمل القانوني في ظل المخلوع ونكل بنا المخلوع ولم يمكننا من حقنا ولم نتمكن من حق العمل القانوني إلا في 19 جانفي بعد سقوط المخلوع. المرحلة اللي انتقلنا لها بعد هي أنه نلموا كل الناس ضمن الخط الوطني الديمقراطي هذا باش نعملوا مشروع جيد، وحبيناه مشروع أفضل في مضامينه في برنامجه السياسي في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي وكذلك في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، ولكن أفضل كذلك في آليات التسيير داخله، أي أن يكون التسيير جماعي، أن لا يستفرد أي طرف بأكثر من صلاحية، ما يكونش عندنا أمين عام زعيم ونستبع، يكون عندنا قيادة جماعية وكل شخص في القيادة ليس له الحق إلا في صلاحية واحدة وتوزع الصلاحيات على الجميع مركزيا وجهويا وقطاعيا. هذا نمشي فيه بقدر من البطء، فما شوية خلافات فما شوية تذمرات، على كل احنا الأبواب مفتوحة، نعتبر الوطنيين الديمقراطيين الكل رفاق درب ويلزم يوصلوا لما فيه الفائدة، لأنه تجميع العائلة هذه سيسهم في تجميع صف الثورة في بلادنا، وغايتنا أن الحلم التونسي لا يقبر ونبني تونس ونعليوها بما ينور وجه التوانسة يكون إن شاء الله. بارك الله فيك السيد عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي، بارك الله فيك وإن شاء الله بالتوفيق لبقية المسيرة، والمسيرة ما زالت طويلة ويحب لها نفسها. شكرا يا سيدي. يعيشك سيد عبد الرزاق. أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهى توقيت برنامج الفضاء الحر لهذه الليلة، متابعة طيبة لبقية برامج قناة حنبعل، إلى أن نلتقي لكم منا أجمل التحيات وتصبحون على خير.